الصحفيين، أشكر سيدي بدر الدين الإدريسي على هذه الكلمة التي قشعر لها جسمي. كنشكركم جزيل الشكر لأن هذا اللقاء ماشي لا ماشي تصل، هذا خويا وانا خوه، هذا غير لقاء يعني المودة والمحبة. أنا كنشكركم جزيل الشكر لأن الصحفيين كانوا هما السباقين اللي نداو أننا نجمعوا شمل الأسرة. فبرغبة من أساتذة أجلاء حكماء اتصلوا بنا البارح، كنا عندهم، وبطلب كذلك منهم ألا نبوح بأسمائهم. هذو ناس اللي تجمعنا البارح وكانت جلسة حب ومودة وإخاء، وكانت فيها واحد جلسة حميمية جدا، وكان فيها فيها الشجن، واللي عبرنا من خلالها أننا خصنا نخليو الوالدين يرتاحوا في القبر ديالهم، لأن احنا كمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان سموحا، وحنا خصنا ناخذوا القدوة من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بيناتنا المودة والرحمة والتسامح. وأعلن رسميا أننا الحمد لله تصالحنا أنا وخويا وخوتي، وكنقول لهم من هذا المنبر الله يسامح علينا جميعا، الله يسامح علينا جميعا. وهذا الملف نعتبره سحابة صيف مرات، وتنطلب منكم باش الا غادي نتكلموا الان نتكلموا على الفن وعلى الابداع وعلى الغناء. هذا ملف انتهى امره، حنا رضعنا بالزوله وحده وكيجمعنا دم واحد، فهمتي؟ هذه كنقول لك وغناكد لك على انها كانت سحابه صيف غمامه ودازت بخير. كنعاود نشكر المغاربه اللي حقيقه بغاو الصلح، لان المغاربه ما يتخاصموش، وحنا بغينا وليداتنا وبغينا الاحفاد ديالنا يطلعوا على المحبه وعلى التاخي، ياخذوا درس، ونكونوا حنا دائما متحابين متاخين. سبب باش يكون هذا اللقاء راه ماشي صلح، حنا ما مخاصمينش، غير باش يكون هذا اللقاء. اسمحي لي اختي، الله يطول عمرك، باش يكون هذا اللقاء فيما بيننا. كنشكر الاستاذ بدر الدين اللي يعني كان متبعنا منذ البدايه، لانه ابن الدار وسلاوي، وحشومة علينا يتسمع في مدينة سلا، لأنه مدينة سلا أعطت الفنانين الكبار الكبار الكبار، فمن حسين السلاوي وانت طالعة لإسماعيل أحمد، والقائمة طويلة، فما غنجيوش حنا حتى الآخر وغادي نحكوا فينا عباد الله. كنشكر كذلك، الله يجازيك، إلا غتقاطعيني غادي نسحب على لا. شكرا يا أساتذة يا كرام، تبارك الله عليكم، أنتم شفتوا كان اللقاء جميل. كنشكروا الأستاذ الحاج الحبيب سمراء اللي تحنا وفتحنا الباب ديالو، شكرا. وإلا صدرت منا شي حاجه كنقول لكم شكرا. قبولات المحبه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.